سلطان ذهاب اللاعبين او ذهاب البعثة بكل اللاعبين بما فيهم الغير مسجلين في القائمة الآسيوية يعطي رسائل عدة، وش هي؟ اول شيء يا سيد بالعمل الكبير اللي تكون فيه إدارة الهلال من قبل مباراة النهائية وحتى من بداية الموسم في الهدوء الكبير اللي وضحت الأهداف من بداية الموسم، دعمت الفريق بدرجة كبيرة، ابتعدت بشكل كبير عن التصريحات وعن اللغط أو حتى الفرح بدرجة مبالغ فيها. شفنا كيف بعد المباراة مباراة الذهاب اللي قدم فيها الهلال مستوى أكثر من رائع، مباراة الذهاب أعتقد أنها من أفضل مباريات الهلال هذا الموسم. شفنا التصريحات بعد المباراة، لا زال الفريق لم يركن لهذه النتيجة، لم يركن للفوز اللي على أرضك، لم بصراحة يستصغر من قيمة أوراوا حتى وإن كان مستواه جدا بصراحة كان بعيد جدا عن مستوى الهلال في مباراة الذهاب. أن تذهب قبل أسبوع المباراة هذا يعطي رسائل كبيرة للاعبين، للجماهير، حتى للاهتمام الإداري الواضح للفريق. تذهب بكامل الفريق، بالتأكيد الفريق يسير لموسم كامل، يعني مو بس المباراة هذه، مستحيل أنك تذهب فقط بلاعبين آسيا، عندك كذلك حتى استحقاقات بعد هذه المباراة، استحقاقات في الدوري، فبالتأكيد لما يكون الفريق بشكل كامل هذا الشيء يزيد من الحماس داخل اللاعبين، يزيد من الاهتمام، يزيد من الحرص، يزيد حتى من التركيز. فأعتقد كذا يعني إضافة إلى أنك تلعب في اليابان في أجواء يعني باردة تختلف عن أجواء الرياض، تذهب بوقت مبكر، أعتقد أن كل هذه الأمور تزيد من فرصة الحضور المميز بإذن الله في يوم المباراة. طيب محمد الشيخ.